الإحساس بالضياع، رديف التجوال في الأهوار، والنظر إلى هذا الامتداد المائي اللامتناهي لا يمتلك سدر الخروج منه سوى أولئك السكان الذين ينتقلون في قوارب رشيقة مدببة النهايات تسمى مشاحيف. للوهلة الأولى ترى أن المكان يهرب منك رغم امتداده، إنه منفى متحرك يأسرك بالأفق المائي البعيد. إن المدخل إلى عالم الأهوار هي الموارد المائية المترامية الأطراف، دجلة والفرات وروافدهما السلام عليكم. أستاذ جاسم الأسدي، شلون الصحة عيوني؟ الله يخليك. وياك عقيل خريف، فنان تشكيلي من بغداد، أهلا بك. بصراحة تليفونك وعنوانك أخذته من دكتورة تمارة شلبي، مديرة مؤسسة رأي للثقافة والفنون. قالت لي تتواصل ويا استاذ جاسم، احنا عندنا مشروع فني دا نسويه على بخصوص تجفيف الاهوار والتغيير المناخي واللي دا يصير بالعراق في السنوات الاخيره. وايضا دخلت على اليوتيوب وشفت لك اكثر من انترفيو، وبصراحه ثري انت بمعلوماتك، وظاهر يعني ما شاء الله يعني عمرك طويل بهذا المجال. الله يخليك. ما يمر عليك ظالم حبيبي. والله حاب أسوي ويا حضرتك زيارة للأهوار حتى أستكشف المنطقة وندرسها بشكل قريب. ممكن أنه يكون مشروع أو عمل فني يخص التصحر وتجفيف الأهوار وإلى آخره. كلك طيب. يناسبك مثلا الفترة القادمة أتصل بحضرتك يعني بس أرتب أشيائي وأجيك للهور الله يخليك حبيبي، شكرا جزيلا. نتواصل ان شاء الله وراح ان شاء الله حبيبي. شكرا جزيلا، مع السلامه. مع السلامه، في امان الله. مع السلامه، هلا بك.